نجح النصر في الظفر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية عقب مباراة دراماتيكية قلب فيها تأخره بهدف الانتصار بهدفين وبعشرة لاعبين على غريمه الهلال في المواجهة النهائية للبطولة والتي احتضنها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف. بداية سريعة شهدها اللقاء من جانب الهلاليين بحثوا من خلالها عن هدف مبكر. نيفيز يحضر بتهديد أول والكرة تجانب القائم. مع اكتمال الدقيقة الخامسة سنحت لسالم الدوسري فرصة زيارة شباك النصر لكنه لم يتعامل مع الكرة بالشكل المناسب. سالم يسلم منه دفاع النصر. الهجوم الأصفر يظهر بعد 12 دقيقة بعرضية من بروزوفيتش اعترضها العويس أولا والدفاع ثانيا. كاد بروزوفيتش يضع النصر بالمقدمة بعد رأسية متقنة تألق العويس في التصدي لها. مالت الكفة للنصراويين وتكرر المشهد بتهديد المرمى الهلالي وهذه المرة من عبدالله الخيبري تجد محمد العويس. استمرت الأفضلية النصراوية. أبرز العناصر بروزوفيتش يظهر مرة أخرى بمحاولة انتهت في قبضة العويس. سعى النصراويون لاستغلال أفضليتهم وترجمتها لهدف. تاريسكا يحضر لتسديده والعويس مجددا بالمرصاد. لم يحمل الوقت المتبقي بين طياته الكثير وسط هدوء الفريقين حتى حضرت صافرة المغرب رضوان منهية الشوط الأول سلبيا. الشوط الثاني ومن هجمة هلالية منظمة نجح الهلاليون في الوصول لمبتغاهم عقب أن توغل مالكوم وأرسل عرضية للقادم من الخلف ميشايل الذي لم يتوانى في إسكانها شباك نواف العقيدي. هدف هلالي. بعد الهدف بحث لاعبو النصر عن العودة. تيليس ينفذ ركلة حرة باتجاه المرمى والعويس ينقذ مرمى. ضغط النصراويون بغية تعديل الكفة. تاليسكا بتسديدة متقنة والعويس يتألق في التصدي. ووسط بحث النصراويين عن العودة للقاء المدافع عبدالله العمري يقع بالمحظور بعد إعاقته لمالكوم ليخرج مطرودا بالبطاقة الحمراء عقب استعانة حكم اللقاء بتقنية الفيديو. المحاولات النصراوية تنجح في تعديل الكفة بعد توغل مميز من سلطان الغنام ليرسل كرة عرضية ترجمها رونالدو لهدف تعادل للنصر. جول 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 رونالدو كريستيانو يعود بالنصر. النصر بالأسطورة يا حاتم حكام الكورة هو دقيقة واحدة وحكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء للهلال إثر احتكاك علي لاجامي وسافيتش داخل المنطقة لكنه تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو. زادت إثارة اللقاء. رونالدو ينجح في هز شباك الهلال بعد مواجهة المرمى لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل. في الوقت بدل الضائع كان سافيتش قريبا من حسم المواجهة بعد أن ارتقى لرأسية جانبة القائم. آخر الفرص مالكوم يتوغل ويراوغ دفاع النصر ليسدد ترتد من نواف العقيدي وسلطان الغنام يتدخل باللحظة الأخيرة لتحضر صافرة الحكم معلنة نهاية الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية. الشوط الإضافي الأول كاد يفتتحه رونالدو بإضافة هدف نصراوي بعد أن تحصل على كرة أرسلها للمرمى الخالي لكن علي البلاهي يبعدها في اللحظة الأخيرة. وفي الدقيقة 98 البرتغالي رونالدو يبرهن على نجوميته ويعود لهز شباك الهلال للمرة الثانية بعد أن استغل تسديدة فوفانا التي ارتدت من العارضة ليودعها المرمى هدف النصراوي. حاول الهلاليون الضغط والعودة بهدف التعادل لكن الوقت كان أسرع لينتهي الشوط الإضافي الأول بتقدم النصر بهدفين لهدف. في الشوط الإضافي الثاني قام مدرب الهلال خيسوس بعدد من التغييرات في صفوف الفريق الأزرق وضخ دماء جديدة. كثف لاعبو الهلال ضغطهم على المرمى النصراوي وسعود عبد الحميد يهدد مرمى العقيدي بتسديدة أخطأت المرمى النصراوي.
وقبل النهاية كاريو يرسل عرضية تجد عبدالله رديف الذي انتهت رأسيته في أحضان نواف العقيد، لتأتي صافرة الحكم منهية المواجهة بانتصار النصر بهدفين لهدف وتتويجه بلقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.